استوديو انفينيتي وورد قاعد يحذف مقاطع ومهمات من لعبة كول اوف ديوتي مودرن وورفير قبل لا تنزل لانها جدا قاسية وما يتحملوها الناس. تابع الفيديو لتعرف التفاصيل. سالك حال شباب، معكم شركية شركة كيف جركم فيديو جديد. طيب شباب، الى الان ما شفنا اي جيم بلاي للعبة Call of Duty Modern Warfare، ما شفنا اي شيء عن المولتي بلاير، تسربت شوية معلومات عن المولتي بلاير، رح تسوي عنها فيديو بالمستقبل ان شاء الله. بس فيديو اليوم حاب اتكلم عن شيء مهم. اللعبة تغيرت طور القصة، تم حذف منه اشياء بسبب اراء صحفيين للأسف. راح احكي لكم القصة كلها من اول. طيب الحين نحن متعودين بطور القصة تبع Call of Duty دائما يكون طور قصة بسيط، هذا الشيء اللي خليني احبه. تقعد قاعدة واحدة 4-5 ساعات وتخلص طور القصة بشكل كامل، تعرف قصة بسيطة تعرفها، ما في مهمات جانبية، ما في شيء. فطور القصة بCall of Duty صراحة بالنسبة لي دائما ألعى طور القصة، لأن شيء تخلصه بيوم واحد، مو والله نفس لعبة The Witcher أو Red Dead Redemption اللي بيبي لك أسابيع تقعد لتخلص اللعبة بشكل كامل. لا، طول قصة Call of Duty دائما تخلصها ب4-5 ساعات قاعدة واحدة وتعرف القصة، وهذا الشيء اللي حببني فيه. فأجزاء Call of Duty Modern Warfare من زمان طول القصة دائما تبعها يكون قصة بسيطة، ما يكون فيها تعقيد أو شيء من الكلام، وتكون دائما عن العصر الحالي. أجزاء Black Ops على العكس يكون فيها دائما أشياء تدخلك بالحيط، نفس Black Ops 1 اللي هو غسيل المخ، وانه يلعبوا بمخ شخصيتك والارقام وما تدري انت وين. بلاك اوبس 2 ترجع للماضي ويلعبوك بالمستقبل. بلاك اوبس 3 عاد بلاك اوبس 3 شيء شاطح مره. بلاك اوبس 3 تلعب اللعبه كلها بمخك، بمخ شخصيتك او بمخيلته. فاجزاء بلاك اوبس دائما يحبوا يدخلوا الاشياء الغريبه طول القصه، بس اجزاء مودرن وورفير معروفه ان طول القصه تبعها كانه فيلم اكشن، وقصه تكون نوعا ما حقيقيه او شيء قاعد يصير بالوقت الحالي. فكول اوف ديوتي مودرن وورفير طول القصه تبعها حكوا انه راح يعكس اشياء قاعدة تصير بالوقت الحالي، من اشياء قاعدة تصير من ارهاب، من حروب، كل شيء قاعد يصير بالوقت الحالي بدهم يعكسوا بطول القصة هاي. بس هالمرة الشركة كان هدفها انه تخلي اللعبة واقعية قدر الامكان. يعني باجزاء مودرن وورفير قبل كنت لما تلعب بالجندي الامريكي اللي داخل اللي قاعد يقتل الاعداء بس، والابرياء ما قاعد يصير لهم اي شيء، وتطلع ومحرر الدنيا وكل شيء تمام. هذا الشيء ما يصير بالحروب. بالحروب ابرياء جدا يموتوا، سواء من الاشرار او من الكويسين، حسب مين انت تشوف الاشرار ومين الكويسين. الابرياء دائما يموتوا من الجهتين، سواء بالقصد او بالغلط. هذا الشيء دائما اللي يصير بالحروب. ما في الحرب اللي هي هذا الكويس اللي يفوت وخلاص يسوي كل شيء كويس وما يقتل اي ابرياء ويطلع، او هذا الشرير اللي بس بيقتل ابرياء. هالحرب مو هيك، الحرب فيها ابيض واسود، وفيها مثل ما يسموه رمادي، انه شيء بالنص بينهم. فهذا الشيء اللي بدهم يسووه بجزء Call of Duty Modern Warfare، انه صحيح انت قاعد تلعب كمثلا قوات امريكية او مدري قوات ايش حاطينها بالقصة، المهم انك قاعد تلعب بشيء بطرف كويس، بس كشخصيتك لما تروح على اماكن معينة راح تشوف انك راح تضطر تسوي اشياء ما هي كويسة انت كشخصيتك. يعني مثلا حكوا انه في مهمة تفوت على بيت احد الاشخاص، اظن كان ببريطانيا او بمدينة لندن. فلما تفوت احد الاشخاص ببيت في ارهابي او شيء من الكلام، فلما تفوت على هداك البيت تلاقي في ام واحدة هيك قاعدة تمشي وتهرب من غرفة لغرفة. فهالوحدة قاعدة تهرب وتبي تروح تمسك البيبي حقها، فانت فينك تقتلها لهي الوحدة. انت كلاعب فينك تقتلها لو مثلا كنت مفكرها انها رايحة تاخد سلاح او رايحة تاخد شيء، فتروح تمشي لتمسك البيبي تبعها، وفينك تطخها قبل لا توصل للبيبي تبعها. انت لسه ما تعرف انه هتروح توصل للبيبي تبعها او لا، لانه بمهمة قبل بتروح بتلاقي كمان في بنت ببيت وانت مقيم عليها، ففجأة تهرب، ولما تهرب تاخد مسدس وتحاول تقتلك. فيعني تبي مرة تانية تعرف انه لما تشوف واحدة قاعدة تمشي من مكان لمكان شو تسوي.
فمن هالخيارات اللي اللعبة تعطيك اياها، انه بعض الخيارات او بعض المهمات انه تشوف انه لا انا لازم ما اسوي هالشيء، بس لو ما سويت هالشيء ممكن اموت، او لو ما سويت هالشيء راح يؤدي الى مقتل اصحاب معي او شيء من الكلام. فطول القصة عم يحاولوا يخلوه واقعي قدر الامكان، هذا فعليا اللي بيصير بالحروب. وتذكروا انه الناس اللي قاعدين يكتبوا طول القصة هم ناس من شركة نوتي دوغ اللي اشتغلوا على قصة The Last of Us. The Last of Us كان قصة خرافية، والبطل هو شخصية جو بالقصة ما كان هو الكويس الخرافي سوبرمان اللي ما يسوي اي غلط، لا، اللي لعب قصة The Last of Us راح تشوف انه احيانا البطل يسوي اشياء نوعا ما مو الكل يوافق عليها، فيعني يعني بدهم يحطوا هالنوع من القصص. طيب اللي هو خلنا الحين نتكلم بموضوع فيديو اليوم. بأحد المهمات بطور القصة تلعب بمقاتلة ثائرة اسمها فرح عربية، ففرح هي على ما أظن بتكون بتساعد كابتن برايس بالقصة أو الجيش الأمريكي ضد الجيش الروسي. طبعا أول شيء هالكلام كله أنه أمريكي وثائر وروسي، الكل راح يفكر أنه بسوريا هالأشياء قاعدة تصير حاليا، أنه في مقاتلين روسيين وأمريكيين وغيرها من هالكلام. بس اللعبة قالت مشان ما تنمنع أن كل الدول العربية اللي موجودة بالقصة هي من الخيال، فما راح تشوف اسامي الدول العربية تعرفها، كلها اسماء دول عربية من الخيال، بس يعني لو تربط الاحداث ببعض يعني تربط الاماكن او الاحداث اللي قاعدة تصير فينك تعرف انه قصدهم على اي دولة عربية قاعدين يتكلموا، سواء العراق او سوريا او غيرها. فالمهم بيورجوك فلاش باك او فيديو بالماضي لهي المقاتلة اسمها فرح لما هي وصغيرة، يورجوك ليش صارت مقاتلة ثائرة او متمردة، شو الشيء اللي خلاها تصير بهالشيء. فبالفلاش باك بتكون هاي البنت الصغيرة هي واخوها مع امها، فبيجي طيران بيقصف المكان اللي هم فيه والبناية تبعهم بتوقع وامها بتموت من ورا هالشيء. فبتاخد اخوها اللي اصغر منها وبتهرب وبتروح على منطقة مجاورة موجود فيها ابوها، فبتروح هناك وبيلحقوها جنود روسيين. الجنود الروسيين بيفوتوا على المبنى، ابوها بيحكي لها تتخبى جوا خزانة وتمسك سكينة بايديها هي واخوها، فبيدخلوا الجنود الروسيين وبيقتلوا ابوها. فالمهم بتكون البنت متخبية هي واخوها، فعلى لحظة الجنود الروسيين لما بدهم يطلعوا تطلع البنت معها السكينة وبتهجم على احد الجنود وبتضل طعن فيه حتى يموت، وبعدين بتهرب هي واخوها. وهي قاعدة تهرب بتشوف الجنود الروسيين قاعدين يقتلوا الناس الابرياء، قاعدين يقتلوا البشر بالشوارع، وجزء تاني من البشر ميت من وراء الغازات الكيميائية يلي ضاربينها. فالمهم بتلاقي ان في الجنرال روسي او ضابط روسي كبير بيجي لعند احد الجنود كان بده يقتل بنت صغيرة او شيء من الكلام، بيجي بيقول له لا ما تقتل البنات الصغار لان قائدنا يحب البنات يكونوا صغار. طبعا ما راح اشرح اكثر من هيك، اظن وصلتكم المعلومة. فهي كانت احد المهمات بطور القصة اللي بتشوف شخصية فرح هي وصغيرة، بعدين بالمستقبل تشوفها ليش صارت قاتلة ثائرة متمردة، بدها تنتقم لاهلها اللي ماتوا للشيء اللي شافته هي وصغيرة من الجنود الروسيين. فالمهم هي كانت طور القصة، وصراحة بالنسبة الي شيء خرافي، انه ادري نوعا ما هذا الشيء يعني زيادة عن اللزوم، ممكن من بعض ما يتحمل هيك لقطات، بس هذا الشيء اللي أبي من جزء Call of Duty، أبي واقعية، أبي شيء يخليني أنا وقاعد ألعب يعني أتنرفز، يعني مهم أبي شيء مو والله فقط إنه إيه روح ودمر هذه الشاحنة وإيه اقتل الأشرار وهي خلاص خلصنا، لا أبي شيء فعليا يكون واقعي، شيء يخليك تنجذب مع اللعبة. وهالنوع من المهمات هالنوع من الواقعية أظن الكل الناس يبوه. طيب الحين هالمهمة طلعوها بحدث صار من فترة لما جابوا يوتيوبر جربوا اللعبة أو شيء من الكلام، وكان في صحفيين لهم علاقة بالألعاب أو شيء، واحد الصحفيين طلع وكتب مقال كامل عن هالمهمة، وكتب إنه هالمهمة ما بصير يعرضوها بالألعاب ومو الكل يتحمل هيك أشياء أو شيء من الكلام وجدا قاسية. فراح وكلم المطورين بإنفينيتي وورد وقال لهم إنه لعبتكم جدا قاسية وما بصير أو شيء من الكلام. فمن وراء رأي هذا الشخص ومن وراء المقال اللي عملوه
طلعت اشاعات انه شركة انفينيتي وورد حذفت هاي المهمة بالكامل، وهذا الشيء مؤسف الصراحة. انه يعني نبي من زمان ما شفنا جزء كول اوف ديوتي في هالنوع من الشدادة او الواقعية، وبعد كل هذا من وراء رأي صحفي واحد يمسحوا، لان هم الشركة خافوا نوعا ما انه بس تنزل لعبة يسبب لهم مشاكل، مع انه هالاشياء يعرضوها بالافلام عادي، ليش الالعاب لا؟ واللعبة زائد 18 سنة، اللعبة مو زائد 10 سنين ولا 13 سنة نفس فورتنايت، لا اللعبة زائد 18 سنة، فاللي يلعبوها كلهم ناس كبار المفروض. فالمهم بإي 3 مرة تانية عرضوا اللعبة من أول وجديد، عرضوا المهمات للناس، واحد الناس شاف المهمة مرة تانية وقال إنه لا خلوا المهمة بس شالوا الجملة يلي هي إنه الضابط الروسي بيحكي للجندي لا تقتل الصغار، قائدنا بحب البنات صغار، شالوا هالجملة فقط بس خلوا المهمة. فهذا الشيء اللي صاير. بس بعدها بعد ما طلعوا بعد ما ورجوا بمعرض اي 3 الجيم بلاي مرة تانية لليوتيوبر والصحفيين او شيء من هالكلام، الصحفيين من جريدة اي جي ان اظن كلكم يعرف اي جي ان عملوا انه اللعبة جدا شديدة وانه صراحة ما نستحمل هالنوع من الكلام. فيعني الناس خايفين حاليا انه الشركة مرة تانية تمسح اشياء اكثر من وراء الشيء اللي قاعدة تعمله اي جي ان. شوفوا هاي اللقطات من مقابلة الصحفيين اي جي ان. At least personally I feel like I don't necessarily want to play 15 to 20 hours of what I was just shown. It's very jarring, yes. And I found myself feeling extremely uncomfortable during the demo. I hope the game isn't 10 hours of that sort of feel, like, because that would be very intense and ultimately not very fun. It is extremely visceral, it is extremely unsettling, but in spite of all of that, or maybe because of that, I mean, it's my game of the show. The rules have changed. بالمقابلة مثل ما شفتوا قاعدين يقولوا انه اللعبة قاسية او انه فيها لقطات ما تناسب الكل او شيء من الكلام، فيخوفنا انه يرجعوا يحسفوا لقطات اكثر. عملوا مقابلة مع مطورين انفينيتي وورد الكاتب القصة، حكولوا هل فعلا قاعدين تمسحوا لقطات بسبب هالكلام؟ قال لا ما قاعدين نمسح اي شيء، ما رح نمسح اي شيء، بس غيرنا وجهتنا للقصة وقاعدين نغير شوية اشياء تناسب وجهتنا الجديدة. يعني بالعربي او بالاختصار ايه قاعدين يمسحوا لقطات بسبب اراء الصحفيين ومشان ما يسبب لهم الاشياء بمشاكل بالمستقبل. فيا شباب هاي الكل معلومات اللي عنا. اتمنى الحين الكل يصوت فوق على اليمين عندكم تصويت، هل ودكم انهم يحسفوا هاللقطات من القصة وتكون قصة عادية، ولا لا بدكم القصة تضل مثل ما هي تكون واقعية ويكون فيها هالقساوة؟ انا صراحة بديها تضل مثل ما هي، بس خلنا نشوف ارائكم، شاركونا بالتعليقات كل ارائكم. واتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تنمع الفيديو بزر اللايك وشتركوا في القناة، وبس كان معكم شركيال وشركة كيش كوميديا التانية، ان شاء الله مع السلامة.